أنا من القدس. أنا براء من عيلة هيمنية. بحب القدس كثير، وأنا جاي هون أصلي عشان أستنى الأذان عشان يأذن عشان نصلي المغرب، يعني نفطر يعني مع الناس، وبنستنى يعني للتراويح نصلي 20 ركعة. بنحبها يعني، بنحب الأقصى كثير. الأقصى المبارك، صلوا لأن الأقصى يعني بتحبوا يعني كيف قالوا بتحبوا أشياء يعني، تعالوا صلوا فيها. المرة بتنبسطوا وبتكيفوا، ويعني بتصيروا بتحكوا وبتتشاركوا مع الناس.